من الوحدات المهمة وحدة ثابت بلانك، وخصوصا ان السنة اللي فاتت كان مركز على سؤال في الوحدات. طيب هتعامل ازاي مع وحدة ثابت بلانك؟ ثابت بلانك موجود في القانون، بيقول لي ان الطاقة بتساوي اتش في نيو، ادي ثابت بلانك، فالاتش بتساوي اي على نيو. وحدة الطاقة جول، والتردد وحدته، طبعا انت عارف ان التردد وحدته هرتز، بس ما تنساش ان التردد مقلوب الزمن الدوري، وبالتالي وحدته مش هتبقى ثانية، هتبقى ثانية سالب واحد، يبقى هنا ثانية سالب واحد. الثانية دي موجودة في المقام، تطلع فوق تبقى جول في ثانية. وهنا خلي بالك من الوحدة دي كويس جدا، ليه؟ لأنها شبيهة بوحدة في الكهربية مع الاختلاف. في وحدة القدرة، القدرة عبارة عن الطاقة على الزمن، وبالتالي هي عبارة عن جول على ثانية، شبيهة ايه بس التانية مقسومة، اما جول في ثانية هي الوحدة الخاصة بثابت بلانك. طب مش هلاقيها موجودة في الاختيارات، هقول طيب الجول اللي هو الشغل عبارة عن الباور في ثانية، قدرة في ثانية، وبالتالي وحدته هتبقى وات في ثانية، والثانية تنزل اهي، يبقى انت عندك الوحدة البديلة وات في ثانية تربيع، وبالتالي هتبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ب.